علي شريم رئيس الجالية اللبنانية، صباح الخير، يعطيك العافية وحمد لله على سلامتكم. صباح الخير لكم ويعطيكم العافية لقناتكم الكريمة. تفضل علي، خبرنا شو أوضاع اللبنانيين هناك؟ امبارح كان في كلام إنه السفارة اللبنانية على المنصات التابعة لها عم تعطي الإرشادات حتى اللبنانيين يتسجلوا بالمنصة ويروحوا بمنصات إلى الحدود الأوكرانية ليفوتوا على بولندا. هلأ في كلام عن ناس علقانة على الحدود، وفي هلأ أنا وعم بحكي معك من شوي قلت لي إنه في لبنانيين بعدهم موجودين بكييف، هن موجودين بال يعني بال تحت الأرض أو بالمترو أو ما بعرف وين، خبرنا عن الأوضاع. هلا عند الجالية اللبنانية بدأت منذ أكثر من 10 أيام، بدأنا بالنداءات نحن الفورية للتدخل، طلع تصريحات رسمية من البعثة ومن الخارجية أنه هني عم بيتابعوا هذا الموضوع، الموضوع عندهم. البارحة صباحا الخامس صباحا وقت اللي بلش القصف المدفعي على كييف، كل شبابنا والصبايا والتلاميذ وقعوا بحالة خوف كثير كبيرة. الإجراءات بس اللي قمنا فيها بلغناهم أنه يكونوا مجموعات، يعني مش أفراد موزعين، لنقدر نتواصل معهم كمجموعات. يعني التواصل مع 800 أو 1000 تلميذ هو صعب جدا، لنتواصل معهم كمجموعات. لبوا النداء العسكري وبلشنا بمجموعات نتواصل معهم. امبارح بلشنا اللي عنده سياره طلبنا منهم يفولوا سياراتهم، لانه اليوم مثلا كان مقطوع خلاص البنزين ما فيه ولا حد البنزين شغاله. طلعوا قوافل مع بعضهم بحدود ال 20 سياره من صبح ومساء. نعم. عم بيواجهوا على الطريق صعوبات، لانه في زحمه سير خانقه من هون للبوب، يعني عم تحكي انت بحدود 500 كيلومتر وبعدين 200 كيلومتر للحدود، عم تحكي 700 كيلومتر، عم بضلوا فيهم حوالي 20 ساعه عالم نايمه على الطرقات. الأكثرية اللي بقيت بكييف طلبنا منهم اليوم المناشي اللي نزلوا عليها، الواقع اللي عندهم يعني أو بالطوابق السفلى من البنايات أو بالملاجئ اللي خصصوها الأوكران أو بالمواقف السيارات للبنايات العالية أو بمحطات المترو، شبابنا وبناتنا هناك موجودين. بس هن ليش ما فلوا؟ ليه ما فلوا؟ ليه ما توجهوا بالباصات الى الحدود البولنديه؟ هلا وقديش اعداد الجاليه اللبنانيه الموجوده باوكرانيا اللي هي مع جنسيات وهي اختارت تبقى، او كيف الوضع عندها؟ وضع اللبنانيين كامل الذي يحمل الجنسيه الاوكرانيه من سنين نجيد اللغه الاوكرانيه والروسيه، ممكن التعاطي مع الظرف لانه يعني بنعرف لوين الاوكراني عم ينتجئ، بيعرف كيف بده يتحرك. اما الطالب او الطالبه اساسا هن نحن 40% منهم تركوا الدرس بالنسبه للوضع الاقتصادي اللي حاصل بلبنان، باقي ال 60% اللي هن عباره عن 1000 1300 طالب كانوا بحاله ضياع، ما عارفين شو اللي بده يحصل. الخارجيه اللبنانيه والبعثه حطوا كتابين، اول مره طل رئيس البعثه بلغ اللبنانيين اللي بحب يسافر يسافر على حسابه الخاص. الوضع الاقتصادي اكيد ما بيسمح كمان، مش كلهم قادرين والدوله مش قادره. نحن ما كنا بنتمناه على هذه البعثه، ما قدروا يسافروا بوقت. يعني ما كان ما يسمعوا نعم. صوت قذائف بعد، ما عم يسمعوا صوت رصاص بعد. كنا ما نتمناه على هذه البعثه ان يقوموا بالاجراء بدون مال، انه يتواصلوا معهم لهدول الطلاب من اكثر من 10 ايام، يقولوا لهم كيف يتواجدوا، يعملوا لهم جروبات لنعرف كيف نتواصل معهم، نقدر نتواصل معهم. حركه البعثه كانت معدومه نهائيا، انا مسؤول عن كلامي امامهم، يمكن امام الطلاب قصدك؟ هذا الموضوع امام الطلاب. طب هل انتم على تواصل مع الطلاب هلا اللي علقانين على الحدود مع بولندا؟ انا من اليوم الساعه 5 الصبح اذا بتحبي في عندي مسجات بقدر فويس كول، يعني بقدر ابعث لك اياهم. رح نتصل مع احد الطلاب، يعني مع مجموعه من الطلاب اللي علقانه على الحدود الاوكرانيه البولنديه هلا. بس انتم عم تتواصلوا معهم، شو الوضع؟ انا عم بتواصل مع الطلاب الموجودين على الحدود اللي هي الفوب بولونيا، عم بتواصل مع الطلاب الموجودين على الحدود الرومانية. نعم. عم بتواصل مع أكثر المجموعات الموجودة بكييف. اليوم هو أكثر نهار، امبارح سمعنا أصوات صواريخ، بس اليوم
اكثر نهار، لانه كان في صوت رصاص، اشتباكات يعني، اشتباكات بداخل المدينه. يعني وصلت الاشتباكات الى داخل المدينه؟ وصلت الاشتباكات من داخل المدينه. هلا انت وين؟ خمس دقائق انا منتظركم. من خمس دقائق كان في صوت رصاص وصوت قذائف، مسموع رصاص خفيف يعني مش المتوسط الاخر يعني. هو قريب بيكون يعني انا موجود على شارع النصر اللي هي شارع النصر بسنتر المدينه، بس اذا ملاحظه الحركه معدومه نهائيا. الاوكران خلوا المدينه تقريبا كمان نسبه كبيره منهم، الباقي موجود بالاماكن السفليه وبالمدينه. نعم نعم، شكرا لك رئيس الجاليه اللبنانيه في اوكرانيا علي شريم على هذه المداخله.